تمام، خلينا نروح بعد كده بقى لنص الملعب. يعني لو شفنا الاختيارات بتاع كروش في خط النص باين قوي، يعني اهم ملاحظه موجوده هي عوده محمد مجدي قفشه للقائمه مره تانية. فكره عوده قفشه ما كانتش ان هو علشان كان مستواه حلو او ان هو بيحط اهداف او بيصنع اهداف، لا، هو كروش شاف فيه الحاجه اللي كانت ممكن تكون كانت ناقصه من المعسكر الاولاني. الحاجه دي ايه؟ لو جينا بصينا للماتشين بتوع ليبيا اللي لعبهم كروش، سواء الماتش الاولاني اللي كان موجود في مصر او الماتش الثاني. الماتش الاولاني كروش لعب بالطريقه ال 4 2 3 1 واعتمد على عبد الله السعيد موجود في مركز صناعه اللعب. عبد الله السعيد ما خرجش من الماتش بالشكل المثالي او الشكل الكويس. كانت المشكله في ايه؟ ان عبد الله كصانع لعب مطلوب منه يتحرك بعرض الملعب كله مع عامل السن لعبد الله، فما بقاش قادر مجهوده ان هو يتحرك بالعرض بشكل كويس. جه في الماتش الثاني كروش عمل ايه؟ قلب الطريقه لل 4 3 3 وادى عبد الله مربع يتحرك فيه ناحيه الشمال، خلاه لاعب وسط ملعب ثالث في نص الملعب، والسوليه الناحيه اليمين بقى عبد الله عنده مربع بتاع الناحيه الشمال والسوليه بتاع الناحيه اليمين، محدش فيهم بياخد الملعب بالعرض، فبالتالي وفر المجهود بتاع عبد الله السعيد بشكل كبير وخلاه وقدر ان هو يستفاد منه في الميزه اللي عند عبد الله السعيد اللي هي ايه؟ عامل الخبره بالنسبه له ان هو قادر الباصات بتاعته تبقى فيها اتقان عالي جدا، فيقدر ان الباك الشمال زي احمد فتوح اللي هو هجومي عالي جدا، فيقدر ان هو يطلع على الخط ويسند على عبد الله اللي هيلاقيه قدامه على طول، يعني هو مش محتاج يدور على عبد الله في الملعب. نيجي نتكلم على قفشه اللي بقى يعمل نفس الموضوع في بدايه الموسم الحالي لما موسيماني قلب الطريقه لل 3 4 3. قفشه هو الثالث في الهجوم المفروض ناحيه الشمال، بس لما تيجي تتفرج على قفشه في الماتشات بيسقط دايما بين الخطوط ناحيه الشمال، يعني بين خط النص وخط الدفاع بتاع الخصم. فده اللي كروش شافه في قفشه ان هو يقدر ان هو يعمل نفس الدور بتاع عبد الله السعيد في حته ان هو يبقى معاه في اللعب الوسط الثالث او المساند في نص الملعب، فبالتالي يقدر ان هو يطلع الباصات باتقان وما يبقاش فيه مجهود عالي للناحيه الثانيه اللي هيبقى شغل كله بتاع عمرو السوليه او بقى بتاع امام عاشور. انت بقى اللي هتقول لنا الحته دي.